أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما. شرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ريح كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة السؤال الثاني
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزءا. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزءا. وإذا تتلي عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقضى. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم.
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقي في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي وجعل على بصره غشوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيي وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض
ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وتري كل أمة جاثية وتري كل أمة جاثية كل أمة تدعى كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون If I shock what was said because what? If I shock what was said because what? If I shock what was said because what? عذاب شديد. عذاب شديد عذاب شديد امتحان وبلاء وسائسي المغربة وسائسي أسررتم وأكفيتم أي نسألك مغفرتك Thank you.
ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملة، ولا بد منها في ابتدائك صورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا، ومهما تصلها مع أواخر صورة فلا تقفن الدهر فيها فتثقل. وعنده ما للكل أظهر بخلمة، ما سمعت السؤال. لترون لترون Thank you.
الأسود. له وجهان، له وجهان، الإظهار والإدغام، الإظهار والإدغام، والإدغام، الإظهار والإدغام، ومن يبتغ غير الإسلام. الإدغام، الإدغام، ومن يبتغي غيره. سورة القيامة، سورة البلد، سورة المطففين، سورة الهمزة. إذا كان القارئ إذا كان القارئ يقرأ بالسكت، إذا كان القارئ يقرأ بالوصل، يقرأ بالوصل بين السورتين، يسكت عند أربع الزور، يقرأ بالسكت. وإذا كان يقرأ بالسكت يقرأ بالبسملة بين أربع الزور. عاصم بن أبي النجوري الكوفي، وتوفي في سنة 280. في سنة
عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. أربعة. أربعة. الفرقان. قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان. نعم. الكتاب. قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. التنزيل. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الهدى. الذكر.